زي ما شفنا طبعا الصورة اللي معانا النهاردة، والحقيقة هي مش صورة، هي واحدة من أكتر من صورة النجم الأهلي المخيف محمد شريف وعودته المهمة امبارح من الباب الكبير من مباراة القمة عشان يصالح الجمهور ويسجل هدفين مهمين جدا ويقول أنا لسه موجود، أنا محمد شريف هداف الدوري في 2021. محمد شريف يعني رعب حراس المرمى، وعايزه ابدا من لقطه محمد شريف ولحظه نزوله وتبديله بكهربا، واللي قال له وهو خارج لو كلنا خدنا بالنا قال له هتجيب جون، واكد عليها اكتر من مره، انزل هتجيب جون، وكانه قبل ما يطلع من الماتش حط الفيشه كده في الكوبس وفتح له الماتش وقال له انزل هتجيب جون. قد ايه طاقه حلوه بنديها لبعض في الملعب، ودي مهمه قوي الروح اللي عاملها كهربا حقيقه في الملعب. هو ما كدبش خبر، نزل وانفجر في الملعب وحط هدفين، مفيش احلى من كده. وكمان بعد ما جاب الهدفين في اللقطه دي، الحضن اللي كان ما بينه وما بين كهربا بيدل على قد ايه ان كهربا كان ليه دور كبير مع الفرقه والمدرب اللي راهن عليه في رجوع ثقه محمد شريف في نفسه ودعمه نفسيا بشكل كبير قبل الماتش، وبيدل على الروح الحلوه ما بين اللعيبه، وده يمكن اهم حاجه هند، ودي اكتر من اكتر الحاجات واللقطات اللي بتبسطنا، الروح اللي ما بين اللعيبه. فعلا كهربا ادى روح كده مختلفه. كهربا من ساعه ما رجع من ماتش سموحه، خلينا نقول ان هو كل اللعيبه مش محمد شريف بس، في لعيبه كده طلعت حاجات كانت عندها قبل كده ومخبياها، ويمكن ده في هو ده اللي كنا بنقول عليه، يمكن حب الجمهور لكهربا ده مش من فراغ، مش بس عشان هو لعيب حريف، انما هو فعلا عنده انرجي معينه كده. وخلينا نقول انه كمان انه من اهم المكاسب زي ما انت قلتي في ماتش امبارح محمد شريف نجح امبارح انه يتحرر من كل الضغوط اللي كانت عليه. عشان كده عايزه اتكلم عن لقطه تانية بقى حصلت معاه في الماتش، وهي رفعه لتيشيرت 50 هدف. هو طبعا جاب، يعني محمد شريف حسب غلط، محمد شريف امبارح جاب ال 51 و52، بس هو جاي الماتش كولر مجهزه نفسيا ومعنويا كويس جدا، وعامل حسابه ان هو هيرفع التيشيرت، وكان كده سويسري مارسيل كولر براهن، يعني كانه قايل له انا هراهن عليك زي ما راهنت على كهربا الماتش اللي فات. وقد ايه كان الحقيقه محمد شريف قد الثقه، ويعني رجع كده محمد شريف المخيف اللي متعود ان هو يخوف المدافعين، رجع من تاني للتهديف، وخصوصا التهديف المفضل ليه في شباك الزمالك الغريم التقليدي، ويمكن هو عنده مزاج ان هو يسجل في شباك الزمالك، فبنقول له الحمد لله على السلامه ومش عايزينك تغيب عننا تاني، وان شاء الله اللي جاي احسن وتقدم مستوى اعلى، واحنا كجمهور ما بنسيبش لعيبتنا ودايما في ظهرهم، فشد حيلك وخليك مركز، احنا وراك وبندعمك، وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي يكون افضل ان شاء الله يا هنوده باذن الله.